أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر فجعلتها خيرا من ألف شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بذكراك رقبتي من النار فيما تمن عليك، وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ادخل على أهل القبور السرور. اللهم اغني كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروه. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد.